مرتديلا لمريض السكر لكيتو دايت. بنجيب كيلو من ورك الدجاج المخلي. لون الطعام هو اختياري. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة بصل بودرة. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة من الملح. 100 جرام من جبنة المزوريلا. نطحنهم جيد. وهيك بعد ما طحناهم أصبحوا ناعمين. نستخدم أي فايركس متوفر عندنا يدخل الوعاء. بنلفه بنايلون الطعام الصحي وبنوضع الفايركس في الوعاء. نخلي المية بس توصل لنص الفايركس لمدة 75 دقيقة. حوضعلكم المكونات على الشاشة إذا بدكم تاخدوا صورة عن المكونات. هيك أصبحت جاهزة بعد 75 دقيقة. ممكن نعملها مع الأومليت مع البيض. كتير هي روعة. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مثل ما انتم شايفين كتير هي روعة ومميزة. أتمنى أن انتم تكتبوا لي تحت رأيكم بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.